لحظات فتحت البوابات على بركة الله لتنافس الخيل المشاركة في الشوط الثالث في جزئه الثاني لجياد وأفراس عمر الثلاث سنوات التي لم تربح على مسافة 1650 متر بمشاركة هادف المرسينان مهرة الضوء جفور سلافة بنت الليدر نجدية العشا عروة جزا خير نجم مشاهر جاه بهيرة معشوقة نواف ارتياد ذات الهلال محبوبة انفال والصدارة للمر في المركز الأول وأيضا بنت الليدر لتحال المركز الثاني سلافة تأتي أيضا للتحادي مع بنت الليدر والمحاولات أيضا من محبوبة انفال في المركز الرابع وجزا خير يأتي إلى المركز الثالث الرابع الآن وأيضا محاولات للدخول من عروة أيضا لتحسين موقعها مع محاولات من بقية الخيل المتنافسة لتحسين موقعها مع انطلاقة هذا الشوط نجم الشهر يأتي إلى المرتبة الخامسة الآن والصدارة للمر في المركز الأول وجزا خير المركز الثاني مع سلافة في تحاذي على المرتبة الثانية والثالثة والصدارة للمر ابن عقاب في المركز الأول مع الخيال لويس مورا الإيس في الصدارة المر الآن جزا خير يستحث عبد الله سعيد الاتيامي كذلك هادف يأتي الآن هادف إلى المركز الرابع الآن هادف مع الخيال أبدي الجايل تأخذ الخيل المنعطف الأخير لها في هذا الشوط المر في الصدارة والمركز الأول محاولات هادف للإتيان والدخول بقوة الآن للصدارة والمركز الأول هادف هادف للمركز الأول ابن لهم في الصدارة والمركز الأول محاولات من بقية الخيل نجم مشار الإتيان في المركز الثاني هادف للصدارة والمركز الأول يا ابناء الملك عبد الله بن عبد العزيز ألف مبروك إذن هادف للصدارة والمركز الأول وتسجيل الانتصار.